هي حلقة مهمة بدايتها فلسفية، عشان كده عنوانها الرئيسي الأهلي اللحظة والمسؤولية. اللحظة مؤكد كلكم عايشينها، كلكم مترقبينها، كلكم عايزين تعرفوا إيه اللي حصل فيها وإيه اللي حصل خلالها. والمسؤولية أعتقد مش تايهة عن حد خالص، مسؤولية الأهلي تجاه وطنه، مسؤولية الأهلي تجاه جماهيره، مسؤولية الأهلي تجاه تاريخه كمان يا باشمهندس. هي ده عنوان كويس او محتوى للحلقه كويس، وده هيخلينا نقوم بدورنا التحليلي. احنا هنا مش جايين نقول راينا. طب ما اقول انا الدور الخبري، ما دام انت هتحلل اقول انا الخبر. لا يعني انا بقول الحلقه هتاخذ هذا المنحى كويس، وبعدين عايز اتكلم في الاخبار الاول ولا نتكلم الاول في معنى؟ لا هقول لك انا من الناحيه الخبريه لما حدث في اللحظه عشان يتولى المهندس عادل التحليل. النهاردة طبعا كان يوم مهم جدا، كل الناس بتترقب ما حدث من تفاصيل موقف النادي الأهلي بشأن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، موقف النادي الأهلي من المباراة اللي كان الاتحاد حددها مع الجونة، موقف النادي الأهلي بعد إصدار بيانه بشأن مباراة القمة وتأجيلها في من ميعادها اللي كان قبل يومين، وبالتالي الكل ترقب ماذا سيفعل الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لظروف مرضيه ربنا يتم شفاؤه يا رب على خير، بيمكث في البيت للراحه، وانتوا تابعتوا الدكتور فرهود الطبيب المعالج له من الاسكندريه المره اللي فاتت، وقال انه قدامه 3 اسابيع لابد ان الكابتن الخطيب يلزم فيها الراحه التامه عشان يقدر الدكاتره بعد كده يقولوا رايهم الطبي ايه، لكن اي مجهود خلال هذه الفتره قد يعرضه لا قدر الله لجراحه هي هتكون الجراحة الرابعة، وده طبيا مش مستلطف مش مستحب، لكنه الحل الجزئي المزيد من الراحة التامة. عشان كده الكابتن الخطيب بيدير العمل وبيدير النادي ويواصل اجتماعاته من البيت. سادة أعضاء مجلس إدارة النادي النهاردة راحوا له البيت، كان اجتماع مطول لبحث الموقف كاملا بكل تفاصيله، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي باشمهندس زي ما عرفت مع مجلس إدارة النادي الأهلي، كان الكلام في 4 5 دي بعض الصور من منزل الكابتن الخطيب في وجود السيد وزير الشباب والرياضة، وبالمناسبة الصور من المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، يعني مشكورين اهتموا بتصوير اللقاء وصدرت هذه الصورة باشمهندس. قبل ما نتطرق لهذه الزيارة الهامة ومدلولها يعني، أيوه تعالى نرجع للسؤال، لأنه أحد مفاتيح هذه الحلقة وأحد مفاتيح هذا الاجتماع وأحد مفاتيح اللي يخلينا نفكر إيه اللي بيحصل وبيحصل ليه. سألني ربما يكون سؤاله مرتبط بالمشهد الأخير بتاع زيارة معالي الوزير. هو مين اللي هينتصر في الموضوع ده؟ قال لي كده، لا قال لي ايه الموضوع ولا قال لي. اتخضيت، انزعجت جدا، وقلت له بشكل حاسم الاهلي لا ينتصر الا داخل الملعب. الله، احنا شغلنا ان ننتصر داخل الملعب، ما يحدث هو مطالبات بنظام وحقوق، ما فيهوش لا انتصار ولا هزيمه. ايوه ايوه، انما الربط ازعجني ليه؟ لان التداول اللي مرنا عليه الناس خلال الفتره اللي ماضيه دي وادعاء البطوله المستمر، ويبقى راجل عارف معلومه ويطلع يحلب بالطلاق، واخد بالك؟ اكن هو مصدر القرار. لا، هي مش كده. اللي كده احنا بنبني فرقه، بنجيب مدربين، بندي الناس حقوقها، بنعلم الناس الصح والغلط، بنتمسك بالجدول، بنتمسك بالترتيب، بنتمسك بالروح الرياضية، بنتمسك بالعدالة التحكيمية، بنتمسك بالنظام العام، بنتمسك بإعمال القانون، بنتمسك بإن احنا ناخد حقنا مش بالصوت العالي ولا بالشتيمة، قادرين على هذا، ولكن مش هيحصل مننا لا تربيتنا ولا ثقافتنا. بنتمسك باللجوء إلى القانون وإلى الجهات المعني بها أن تمنحنا هذا الحق
إذا كان لدينا حق أو تقول لنا لا ملكوش حق. اتخضيت لأن الناس بقت كل حاجة، الصفقات بقت جيم، مين اللي هيكسب فيها؟ من قبل ما تؤدي دورها ولا تنجح أو تفشل أو تجيب بطولات أو تسد ثغرات. لا، مجرد إن أنا وغيري بنخش في سباق على لاعب لازم أخده حتى لو مش هينفعني. وهنا الأذية، هنا الخداع، هنا الجمهور لما يخش في هذا الصراع ويضغط على ناديه فيأذيه ويأذي نفسه. طيب مين اللي هينتصر في هذا الموضوع؟ والله لو مشينا مع النظام سينتصر النظام، لو مشينا مع الشفافية تنتصر الشفافية، لو مشينا مع تكافؤ الفرص ينتصر تكافؤ الفرص. هو ده مين اللي هينتصر؟ الحاجات اللي هنستفيد منها هي دي، مش الأهلي. الأهلي لا يسعى إلا الانتصار داخل الملعب، حاولوا استدراجنا إلى خارج الملعب بشتى الطرق الموسم الماضي وخدوا ما أخذوه من خارج الملعب، ولكن انتصار الملعب كان له الكلمة. وهذا ما يحدث الآن، وده اللي خضني. هو احنا هنعيش المتاجرة بالشعارات إلى هذا المستوى؟ حن 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 يا أستاذ إبراهيم، أما تيجي تعيش حالة من التجاوز في حق كل الناس وعشان تدي لها مشروعية، تروح شاتم لك واحد ولا اتنين من أعداء هذا البلد؟ دي مش الوطنية. الوطنية أنك من الأول ما تكونش أحد أسباب الاحتقان. الوطنية أنك تدي النموذج الطيب. الوطنية ما يفعله النادي الأهلي.